ما الذي يجب أن يحدث؟ نحن نشهد تحولات عربية. تفضل. ونشهد تحولات مجاورة للعالم العربي. نشهد محاولات اليوم أو تحولات سياسية تاريخية في الكويت، وسأتحدث عن ذلك، وفي سلطنة عمان، وفي دولة قطر، وفي تركيا، وفي ماليزيا، وفي إندونيسيا. نشهد تحولات مذهلة. على سبيل المثال، دولة الكويت ضربت ضربة معلم كما يقول أشقاؤنا المصريون، عندما بدأ دونالد ترامب يهين دول الخليج، إحنا اللي جبناكم، وإحنا اللي عملناكم، وإحنا اللي سويناكم، ولولا الولايات المتحدة لما قعدت في الحكم حتى أسبوعا واحدا. وبكل وقاحة يقول في مؤتمره الصحفي مع الرئيس الفرنسي ماكو، يقول في مؤتمره الصحفي they will pay. وكأن حكام الخليج ودول الخليج هم عبيد له، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن صباح الأحمد الجابر، هذا الرجل العظيم الذي تجاوز 90 من عمره، هذا الرجل المحنك السياسي البارع الهادئ قليل الكلام، قليل، فقد أعصابه بهدوء وذهب إلى الصين وقال للصين: أنا أريد أن أحقق توازنا دوليا في منطقة الخليج. وجاءت الصين وستجي، طبعا تم توقيع على كل الاتفاقيات، وستجي الصين وتستثمر نصف تريليون دولار تقريبا في جزر بوبيان وفيلكا والحرير، وأنا أعتبر هذا تحولا مهما. وستقتفي سلطنة عمان حسب التصريح الذي سمعناه حكوميا من قبل سلطنة عمان، ستحتذي حذو دولة الكويت، وستأتي بالصين ليقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أنت لا تستطيع إهانتنا، نحن أمة حية.